ثانيا الحفاظ الاستقامية، ليكن تي تحويلا اعتياديا في المستوى. A و B، A و B و C ثلاث نقط من المستوى، و A و B بريم و C صورها على التوالي بالتحويل. إذا كانت A و B و C نقط مستقيمية، فإذا A بريم و B بريم و C بريم نقط مستقيمية كذلك. التحويل كيف ما كان تحويلات الاعتيادية كيف هو يحافظ على استقامية النقط، ومن الاستقامية نستنتج أن التحويل هو على معامل الاستقامية. إذا كانت المتجه AB يساوي ألفا في المتجه AC، فإن المتجه A'B' ألفا في المتجه A'C'. نقول كذلك أن التحويل يحافظ على معامل الاستقامية. الحفاظ منتصف قطعة. إذن فجميع التحويلات تحافظ على منتصف قطعة، ليكن تي تحويلا اعتياديا في المستوى، AB قطعة و E منتصفها. بريم و بي بريم و اي بريم صور نقط ا و بي و اي على التوالي بالتحويل تي، فإن اي بريم منتصف ا بريم بي بريم. يعني إذا كانت عندنا قطعة و إي منتصفها، فإن صورة النقطة إي هي كذلك القطعة A' B' اللي هي صورة القطعة AB. نقول إن تحافظ على قطعة سواء بالنسبة للتحالف التماثل المركزي أو التماثل المحوري أو الإزاحة، فهذه التحويلات كلها تحافظ على منتصف قطعة.